أهلا بكما ضيفينا الكريمين. نبدأ بهذا السؤال من سمير من الجزائر، وهو يسأل عن قدرة الفيروس على إصابة الخلايا البلعومية والانتشار من خلالها لأعضاء أخرى في الجسم. هل يمكن لفيروس كورونا أن يستغل الفاجوسايت أو الخلية البلعومية في الريبليكيشن أو التكاثر داخل الخلية البلعومية والانتقال عن طريق السيركوليشن، عن طريق الدورة الدموية، ليبلغ أعضاء أخرى غير الجهاز التنفسي؟ إذن يجيب على هذا السؤال دكتور علي فطوم من ميشيغان. دكتور علي أرحب بك. يعني يسأل سمير من الجزائر حول دور الخلايا البلعومية عندما يصاب الإنسان بفيروس كورونا، يعني اشرح لنا هذا الأمر. نعم، شكرا على الاستضافة، وطبعا سؤال جيد جدا. بالنسبة لي أنا كنت اليوم عم بقرأ مقال عن توزيع المستقبلات على الأنسجة المختلفة في الجسم، وتبين أنه المستقبل الأساسي لخلايا للفيروس في خلايا الجسم أو الأنسجة هو في الأنف. إذن هو يأتي إلى الأنف، يتصل ويبدأ بالتكاثر في الأنف، لا يصل إلى مرحلة معينة ويبدأ بعملية الدخول إلى أسفل باتجاه الرئتين، ومن الرئتين طبعا الى تبدا الاصابه الكبيره. الان طبعا الفيروس ايضا ينتقل، وهنالك بعض المستقبلات الموجوده في الكولون او في الامعاء، لذلك نرى ان الفيروس ممكن ان ينتشر ونلاقيه في البراز، وهنالك بعض الفحوصات تأتي عن طريق أخذ عينة من المخرج أو من المثاني أو المخرج المثاني، نعرف فيها أنه في هناك فيروس. عشان هيك الفيروس مش أنه بنتقل وبدور يعني بكل الأنسجة، وإنما مكانه الرئيسي للتكاثر والاتصال والتضاعف هو في الأنف، في الجهاز التنفسي، وأيضا في الجهاز الهضمي. لأن الخلايا البلعومية بعتقد حكى إنه ماكروفاج، الماكروفاج طبعاً ما إلهاش تأكل الخلايا الميتة، وهذا جزء من العوارض أو توابع الإصابة بالفيروس، ولكن طبعاً لأنها تأكل الخلايا الميتة وتقضي عليها، الفيروس يقضى عليه بتلك المرحلة. يعني لذلك الفيروس لا يصيب خلايا الماكروفاج في داخل الدم، وإنما المسار زي اللي حكيت عنه اللي هو جهاز تنفسي وجهاز هضمي.